فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يكون السجود للسهو قبل السلام، ومتى يكون بعده، وهل يجوز هذا وهذا؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن يكون كله قبل السلام أو يكون كله بعد السلام. أما الأفضل إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، أما إن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام. نعم.